السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا في دولة من الدول الممتازة في أحد الدول الآسيوية، تمام؟ المنحة دي تمويلها خرافي وتمويلها كبير جدا وممولة بالكامل، شاملة كل التكاليف والمصاريف، تمام؟ طيب خلينا نتعرف دلوقتي على تفاصيل المنحة. هي منحة ممولة بالكامل في دولة تايلاند، تمام؟ الدولة اللي هيكون فيها هذه المنحة هي دولة تايلاند، ودولة طبعا في الدراسة دولة قوية وفيها جامعات كتيرة جدا معترف بيها. طيب الجامعة اللي مقدمة المنحة دي هي فيديسيا ريميدي انستيتيوت، تمام؟ ده اسم المؤسسة، ودي مؤسسة علمية ومعتمدة وليها شراكات كتيرة مع شركات في تايلاند وبره تايلاند كمان، تمام؟ طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، كل دول العالم متاحة للتقديم، سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على الفرصة دي او على المنحة دي بكل سهولة. طيب المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير والدكتوراه فقط. لو انت مخلص بكالوريوس وعايز تدرس ماجستير متاح، مخلص ماجستير وعايز تدرس دكتوراه متاح، لو انت في اخر سنة من البكالوريوس وعايز تقدم ماجستير متاح برضه، بتقدم شهادة السنة اللي قبلها. لو انت مثلا عايز تدرس ماجستير مرة تانية برضه متاح، تمام كده، لكن دراسة البكالوريوس او الليسانس في المنحة دي غير متاح. طيب بالنسبة للتمويل في الفرصة دي، شوف بقى التمويل كده وبص واحدة واحدة معايا. التمويل ده بيشمل مصاريف الدراسة كاملة، انت مش هتدفع اي تكاليف دراسية. وللعلم الجامعة دي تكاليف الدراسة فيها عالية جدا، جامعة يعني ما شاء الله جميلة جدا وممتازة وترتيبها ورنكها عالي، ولكن المنحة دي بتعطيك مصاريف الدراسة بالمجان. تاني حاجة وبص بقى معايا، حوالي 1500 دولار شهريا كمصاريف المعيشة. المنحة دي ذكرت ان مصاريف المعيشة هيكون مصروف عالي جدا، وطبعا بالاستعانة ببعض المصادر تم معرفة ان الراتب الشهري في المنحة دي هيكون حوالي 1500 دولار، تمام؟ هتاخدهم شهريا. طيب 1500 دولار دي طبعا مبلغ كبير جدا، خصوصا ان تايلاند مش دولة غالية في المعيشة، تايلاند دولة رخيصة في المعيشة. فانت ال 1500 دولار انت حتى ممكن تدخر منهم، تحوش منهم مبلغ مالي كبير، تمام؟ طيب كمان هيكون فيه في عملية الابحاث ما بين 9871 حتى 24679 دولار امريكي طول فترة الدراسة. الابحاث والريسيرشز والحاجات اللي انت هتعملها، تكاليف الابحاث والحاجات دي هيتم تمويلك بالمبلغ ده الى المبلغ ده اعتمادا على البرنامج اللي انت تختاره او التخصص اللي انت تختاره، تمام؟ ده بالنسبه للابحاث اللي انت هتعملها. طيب كمان هيكون في مصاريف السفر للعرض في المؤتمرات، ممكن تطلع مؤتمر بره تايلاند او مؤتمر داخل تايلاند، تكاليف الاقامه اثناء المؤتمر ده، تكاليف الحضور المؤتمر، كل الحاجات اللي هتكون خاصه بالمؤتمرات والكورسات وما الى ذلك هتتكلف لك بيها الجامعه، تمام؟ بمبلغ ماكسيمم 1645 ل 4935 دولار امريكي طول فترة الدراسة، تمام؟ كمان هيكون في موارد الدعم، هيتم تسليمك الكمبيوتر الشخصي اللابتوب والكتب وجميع الادوات بما يعادل 987 دولار امريكي، تمام؟ هتاخد الحاجات دي بما يعادل هذا المبلغ، تكاليف الكتب اللابتوب كل الادوات دي هتكون على حساب المنحة. كمان جميع نفقات اجراء البحوث في الخارج، لو انت هتجري بحوثات في الخارج هيتم تمويلك بما يعادل 32905 دولار، ده لبرامج الدكتوراه فقط. الناس اللي هتعمل دكتوراه هيتم تمويلها لإجراءات البحوث في الخارج بره تايلاند بهذا المبلغ، تمام؟ إضافة المشاركة في المنشآت الرياضية والأنشطة الطلابية وغيره وغيره. أنت بتتكلم في منحة ضخمة في مؤسسة ضخمة، بتتكلم في تمويل دراسي يعني بشكل غير طبيعي، يعني مبالغ مالية بيتم ضخها لمساعدة الطلاب بشكل كبير، تمام؟ طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، تخصصات العلوم والهندسة والطب متاحة في المنحة دي، زي علوم وهندسة المواد، الهندسة الكيميائية، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الرياضيات، علوم البوليمرات، هندسة البوليمرات، هندسة السيراميك، الهندسة المعدنية، الكيمياء الحيوية، تكنولوجيا الحيوية، الهندسة الكيميائية والبيولوجية والبيئية والهندسة الميكانيكية، العلوم التطبيقية مثل الصيدلة والتكنولوجيا الطبية والمجالات ذات الصلة، كل ده بيشمله في المنحة، تمام؟ أو التخصصات دي مشمولة في المنحة. طيب عندنا إيه الأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي؟ حضرتك عندك السي في، السيرة الذاتية بتاعتك لازم تكون موجودة، كشف الدرجات أو شهادة التخرج، لو أنت في آخر سنة بتجيب كشف درجات السنة اللي قبلها، تمام؟ برضو بيكون موجود كشف الدرجات.
2 خطابات توصيه، لازم ترفق المينيمم على الاقل 2 خطابات توصيه. كمان مطلوب اثبات للغه، اي اثبات لغه ان وجد. اثبات اللغه مش الزامي في المنحه دي بشكل كبير، ولكن اذا وجد بتقدر توفر تمام، او بتقدر تحطه في الابلكيشن. كمان في حاجه، معلش هم دخلوا بعض الجزئيتين ولكن دي حاجه منفصله، في حاجه اسمها خطاب النيه، وتكتبه في هذا الملف. في خطاب نيه لازم تكتبه للمنحه دي، وخطاب النيه هم عاملين له فورم معين، يعني انت مش متاح تكتب في فورم مختلف، لا هم عاملين له فورم معين. تعال نشوف الفورم بتاع خطاب النيه، تيجي تضغط على اكتب خطاب النيه هنا عشان يفتح معاك الفورم بتاع خطاب النيه. فورم خطاب النيه هيفتح معانا بالشكل ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي تمام. هو ملف بي دي اف، ملف ده حضرتك بتكتب فيه تمام، بتجاوب على الاسئله دي في السطور دي تمام، وبعد كده حضرتك بتطبعه، بتكتب اسمك واسم العائله، بتحط الامضه بتاعتك هنا، وبتحط تاريخ كتابه الخطاب النيه، يعني التاريخ اللي انت كتبت فيه الخطاب، مثلا كتبته النهارده يبقى 21 ديسمبر هكذا تمام. ده الفورم بتاع خطاب النيه، ومحطوط شعار الجامعه فوق. طيب عرفنا كده الاوراق المطلوبه. طيب كيفيه التقديم في الفرصه دي؟ التقديم في الفرصه دي ان حضرتك بتملا الابلكيشن اونلاين، وبتضع فيه كل الملفات المطلوبه اللي احنا قلناها هنا تمام، من غير اي رسوم، الابلكيشن ما فيهوش رسوم. طيب اخر ميعاد للتقديم في الفرصه دي هو 15 يناير 2021، ده اخر ميعاد. وهنا عندنا ملاحظه ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا على هذه المنحه بشكل احترافي. خدمه تجهيز الاوراق، ودي خدمه احنا بنوفرها، نجهز لك الاوراق المطلوبه بشكل عام لاي منحه، بتقدم في كل المنح بالاوراق دي بنفسك. كمان في خدمه اسمها خدمه التقديم في الكورسات والحصول على شهادات عشان تقوي من فرص قبولك في المنح. ولو عايز اي خدمه من هذه الخدمات بتلاقي رابط استماره كل خدمه موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، بتملاه وبنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء ان شاء الله. طيب خلينا دلوقتي نشوف الاعلان الرسمي للمنحه. بتيجي بتضغط على الاعلان الرسمي للمنحه عشان يفتح معاك، وهتلاقي كل التفاصيل في الاعلان الرسمي تمام. ده الاعلان الرسمي للمنحه، كل التفاصيل هنا، ده الصفحه الرسميه. هتلاقي هنا حضرتك بيكلمك عن التخصصات تمام، التخصصات المتاحه وما الى ذلك، كل التخصصات كل فئه موجوده هنا تمام. وهتلاقيه ذكر لك تفاصيل المنحه هنا، اللي رسوم الدراسه مجانا، هيكون في راتب شهري كبير، تكاليف حضور المؤتمرات والابحاث، تكاليف السفر، كل ده هيكون ممول لك بالكامل. الاوراق المطلوبه هنا تمام، كل ده بتشمله المنحه. طيب انت دلوقتي حضرتك بقى لو انت حابب تقدم على المنحه دي المفروض تعمل ايه؟ بتروح على التخصص اللي انت عايز تقدم عليه، على سبيل المثال تخصص الموليكولار ساينس اند انجينيرنج، بتروح عليه، وهنا بتيجي عند كلمه ابلاي ناو دي وبتضغط عليها عشان تقدم تمام. طيب انا عايز اقدم مثلا في الانرجي ساينس اند انجينيرنج، يبقى اروح عند تخصص الانرجي واضغط ابلاي ناو، وهكذا كل تخصص بتلاقي تحته كلمه ابلاي ناو دي بتضغط عليها. فانا مثلا هقدم على الموليكولار اند انجينيرنج، فاضغط على كلمه ابلاي ناو عشان يفتح معايا ابلكيشن التقديم للتخصص ده تمام كده. طيب ده ابلكيشن التقديم، بيقول لك اختار الديجري اللي انت عايزه، عايز ماجستير ولا عايز دكتوراه. فانا مثلا اقول له عايز ماجستير، تختار بقى التايب بتاع البرنامج تمام، بيظهر عندي بس تايب واحد اللي هو ريسيرش اند كورس وورك، هيبقى سنتين، برنامج مدته سنتين، اختار دي تمام. وهنا بقى تبدا حضرتك تحط بياناتك تمام، تحط تايتل بتاعك تمام، تحط اسمك، اسم العائله، الجندر بتاعك، تاريخ ميلادك، الدوله، جنسيتك، المكان اللي انت عايش فيه حاليا، المدينه اللي انت عايش فيها، تحط الايميل بتاعك وتكتب الايميل بشكل صحيح، لان الايميل ده بيوصلك عليه الرد من المنحه في حاله تم قبولك. هنا بقى حضرتك بتبدا تكتب الاديوكيشنال باك جراوند، الخلفيه التعليميه بتاعتك. لو انت مثلا مخلص دكتوراه بتحط بيانات الدكتوراه، مخلص ماجستير بتحط بيانات الماجستير، مخلص بكالوريوس مثلا وعايز تقدم مخلص مثلا بكالوريوس عايز تقدم ماجستير، تحط بيانات البكالوريوس بتاعتك تمام كده. طيب في الجزئيه دي بقى، هنا حضرتك هنا بقى بنيجي لجزئيه اضافه الملفات. واضافه الملفات بيقول لك انك لازم تجمع كل الاوراق المطلوبه، شفت كل الاوراق اللي انا قلتها هنا تمام، كل الاوراق دي تجمعها في ملف بي دي اف واحد، يعني تحط السي في بتاعك، كشف الدرجات، لو عندك اي شهادات، جوائز، خطابات التوصية، لو موجود شهادة اللغة الإنجليزية، خطاب النية، كل ده تجمعه في ملف واحد تمام كده، على هيئة ملف وورد، على هيئة ملف بي دي اف تمام. وتعمل تشوز فايل وتحط الملف ده بشكل كامل، يكون مرفق فيه كل الأوراق بتاعتك تمام كده. طيب بس كده، فبتيجي بقى بتحط الملف بتاعك هنا كاملا في كل الأوراق، وبعد كده بتيجي هنا بتقول كيف سمعت عن المنحة. هنا سؤال ازاي انت عرفت المنحة دي، ممكن تقول له من صديق، من قناة على اليوتيوب، فيسبوك مثلا،
بتختار الطريقة. وهنا لو عندك ريمارك، لو عندك أي كومنت أو أي تعليق، مثلا في حاجة مثلا أنت عايز توضحها للمنحة ومش عارف أنت تقولها لهم فين، ممكن لو عندك أي ملاحظة تكتبها لهم هنا، تمام؟ وبعد كده بتضغط على كلمة سبميت، ويبقى أنت الأبليكيشن بتاعك وصل للمنحة بنجاح. تمام كده، كل التفاصيل وصلت للمنحة بنجاح. طيب ده كيفية التقديم على الأبليكيشن الخاص بالمنحة. شرحنا كل تفاصيل المنحة هنا، من تخصصات، من راتب، من سكن، كل حاجة بتشملها المنحة دي، ويعني منحة ممتازة جدا وفيها تخصصات كتير. ما تنسوش آخر ميعاد 15 يناير 2021، وما تنسوش اللي احنا كمان بنوفر خدمات إضافية للتقديم، ودي اختيارية لو حابين تقدموا من خلالنا أو تقدموا بنفسكم، اتبعوا شرح الفيديو ما فيش مشكلة، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.